ممكن تعرفنا بنفسك؟ انا احمد فاروق جراح وقف في الجيم وعضو نقابة اطباء اسنان مصر ومن اطباء التحرير ومسك فرد اطباء التحرير من اطباء حضرتك اطباء الاسنان طلع قرار من مجلس النقابة بالاضراب يوم الاربع الموافق 26 فبراير. اطباء التحرير قدموا طلب للجمعية العمومية الغير عادية لتنعقد عشان مناقشة سحب الثقة من مجلس النقابة الحالي اللي هتنعقد يوم الخميس الجاي. الطلب ده كان فيه تنسيق الاضراب من اجل الكادر مع زملائنا في الاطباء البشريين والصيادلة. تاني حاجة في الطلب ان احنا كنا عاوزين نغير اللوائح القديمة بتاعت النقابة وعاوزين كمان ناخد قرار جمعية عمومية وقف العمل في المستشفيات اللي ما بتوفرش لحد الأدنى من رفعة العمل. الكادر مسألة أساسية لازم نوحد جهودنا عليها. احنا كمجموعة أطباء التحرير أعضاء منظمة العاملين بالصحة ورابطة ثقة حاليا ما بين الثلاث نقابات على إن بدايتنا يبقى يوم طلب وأطباء الأسنان التحقوا بهذا الرأي. الجمعية العمومية إن شاء الله هندعو إن احنا نستكمل القرارات اللي احنا خدناها مع الجمعية العمومية بتاع الأطباء البشريين وهي إن احنا نبدأ التصعيد من أول ناس وكمان الصيادلة خدوا نفس التصعيد. شكرا يا فندم وحظ طيب في التوفيق ان شاء الله في الجمعية العمومية القادمة بتاعتكم.